السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لأول مرة كيزور القناة أم فردوس وابتهال، يبارطاجي ودير تفعيل الجرس، وما تنساونيش بالبصيمات الزوينة ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كيك يومي بالشوكولا. عندي 4 البيضات، عندي ياغورت ديال البنان، كاس ديال الزيت بالعبار كاس العنبة، كاس ديال السنيده نص العبار، شويه الملحه، عندي خنيشه ديال الشوكولا ايديال، ثلاثه الخمارات فئه 8 غرام، عندي وحده فاني، ثلاثه الكيسان بالعبار ديال كاس العنبه ديال الطحين، ومعلقه ديال الكونفيتير، ومعلقه ديال الخل. المهم الطحين غادي نشوفوا القياس اللي غادي يهز لينا. غادي ندير هادشي في كاس تاع مولينيكس. بسم الله، دير سنيدة، كيسة ديال الملحة، حنو هادشي غادي نزيد الزيت شويه بشويه ونطحن. غادي نزيد فاني، ودانو، ومعلقة ديال الكونفيتير، صافي غادي نطربو مزيان ونرجع معاكم. هو طربتو مزيان، دابا نخوي في اناء، غندير الدقيق، غربلتو بسم الله شويه بشويه، غادي نبقى نحط شويه بشويه باش نشوف شحال غادي يهز ليا. نديرو الخمارات،
صافي غادي نخلطوه مزيان ونشوفوا الدقيق شحال غادي يشرب. الا كاين شي نوعيه ديال الدقيق راه كتشرب، كاين شي نوعيه ديال الدقيق ما كتشربش الخليط. سيكون على هذا القوام هذا. الا درتو الخليط مطلوق راه الكيك دا ما سيصدق، كيطلع وملي كتجبدو كيهبط. انا درت 3 الكيسان ديال الدقيق ديال العنبه، هزو ليا 2 كيسان وبقى كاس واحد. وغندير معلقه ديال الخل هي الاخرى. نجيب دابا المول ديالي، خديت المول ديالي لبستو بالزبده والدقيق، بالخو في الخليط ونخليو شويه الخليط باش نديرو فيه الشوكولا. خليت غير واحد شويه ماشي بزاف الخليط. نخوي الخليط من الفوق ديال الشوكولا، تخليه بحال هكا تخليه وتجرو هكا بالموس، جرو يجي بحال شكل الرخامه. صافي كديرو ليه بحال هكا صافي. وانا راه سخنت الفران على درجه الحراره 180 ونخشي فيه الكيك ديالنا، ملي يطيب رجع معكم ان شاء الله. الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا جا اسفنجي، جا غزال، مزينتها ما والو، عجبتني بحال هكا خليتها. كنتمنى من الله تعجبكم، غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. لاول مره كيزور القناه ام فردوس وابتهال، ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاجي وديروا تفعيل الجرس. السلام عليكم.